بسم الله الرحمن الرحيم، بسمه نبدأ وبه نستعين، وعلى بركة الله أعلنت انطلاقة أول أشواط الثنايا المحليات الأصايل بميدان الساد عبر منافسات إشارة ديوان التاسعة اللي تغام في صباح هذا اليوم بميدان الساد وفي كافة ميادين الدولة. أول أشواط الثنايا المحليات الأصايل أعلنت انطلاقته من قبل مدير اللجنة المنظمة لهذا الميدان محمد بن سهيل بن وديم العامري. نسير وياكم إلى المقدمة ونتابع الوثبة. الوثبة افتتحت إذاعة الشوط وانطلقت إلى المركز الأول لمبارك بن معنس بن حربي العامري. تصدرت قيادة الشوط وسيطرت إلى المقدمة منذ البداية. تليها في المركز الثاني حلوة لسعيد بن علي بشفيان العامري، من يقدم حلوة على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من زعفرانة محمد بن أحمد بن سهيل بن دحروي العامري، نقله إلى المركز الثالث الرابع. وفي المركز الرابع مشغله سيف بن جعفر بن مرخان، من يقدم مشغله على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، المركز الخامس ومضه محمد بن صالح الكثيري، من يقدم ومضه على المركز المركز الخامس. خمس اسماء ثنايا محليات اصايل تتنافس على نيل الفوز والناموس، متمنين التوفيق للجميع. نسير الى المقدمه ونعود إلى التغيير اللي طرى وجرى إلى المركز الأول من قبل حلوة لسعيد بن علي بشفيان العامري. غيرت حلوة، غيرت حلوة وانطلقت حلوة وسيطرت حلوة على المركز الأول لسعيد بن علي بشفيان العامري، من أعلن انطلاقة حلوة على الصدارة. المركز الثاني، المركز الثاني الوثبة مبارك بن معنس بن حربي العامري، من ياتي بالوثبة على مستوى المركز الثاني وعينها إلى مقدمة هذا الشوط. نقلة من الوثبة إلى المركز الثالث، المركز الثالث زعفرانة ومحمد بن سهيل بن دحروي العامري، من ياتي بزعفرانة على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع مشغله سيف بن جعفر بن مرخان، ياتي بمشغله على المركز الرابع. والخامسه ومضه محمد بن صالح الكثيري. هكذا النداء للخمس الاسماء المتقدمه على ارضيه ميدان الساد. نعود وياكم الى مقدمه هذا الشوط، نعود وياكم الى الصداره ونتابع حلوه متصدره القيادة، متصدر قيادة الثنايا المحليات الأصايل بميدان الساد 2 كيلومترات انتهت من المسار، 4 كيلومتر تتبقى لدينا على أرضية هذا الميدان. وبقيادة حلوة تقود المسيرة كالعادة وتقدم العروض الممتعة للجمهور. وهذه حلوة تحمل شعار علي بن محمد بشفيان العامري، من يقدم حلوة ومن يسيطر بحلوة سعيد بن علي بشفيان العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ترقص على مدرج رقم واحد رقصها المميز. المركز الثاني الوثبة، يلا يا الوثبة، ومبارك بن معنس بن حربي العامري، نبارك له بحصوله إلى نقطة هناك بميدان السوان حينما حصل ناصي على المركز الأول، وياتي اليوم بالوثبة، ياتي بالوثبة على أرضية ميدان الساد. مبارك بن معنس بن حربي
حربي العامري. يا سلام يا سلام، حاضر معنس بن حربي العامري يتابع هذا الأداء اللي تقدمه الوثبة على أرضية ميدان الساد في صباح هذا اليوم. طامع في نيل الفوز والناموس، وصل بن دحروي، وصلت زعفرانة، وصلت زعفرانة، ومحمد بن أحمد بن سهيل بن دحروي العامري موقعها المركز الثالث، المركز الثالث، ومشغلة تغترب، مشغلة تغترب. سيف بن جعفر بن مرخان خذت المركز الرابع. الخامس معك يا الكثيري، الخامس معك يا الكثيري، حرك يا محمد يا بن صالح يا الكثيري، خلك مع الجماعة، خلك مع الجماعة. راح عن الثنايا المحليات الأصايل، شوف الفارق، الفارق كاسح ما بيننا وما بين اللي في المركز الخامس. هي تحمل رقم واحد محمد بن صالح الكثيري، وموقعها أيضا المركز الخامس بفرق كاسح. لكن عموما على كل حال نعود وياكم إلى مقدمة هذا الشوط ونتابع حلوة حلوة، والعصا مغروسة في الأبطان. يا سلام، حلوة يا حلوة، إذا قمت راس وانتهيت راس وهديت الفوز والناموس لهناك العلي بن محمد بن شفيان العامري، نطلب له الشفاء بإذن الله تعالى ويعود سالم غانم على أرض الوطن. يستاهل راح حلو الصحة، يستاهل الصحة والعافية، والصحة موجودة بإذن الله تعالى. وهذه حلوة حلوة تنسق عروضها الممتعة على أرضية ميدان الساد. يا سلام يا سلام، تقدم العرض الممتع للجمهور دائما وأبدا، وهذه حلوة. يا سلام، 2 كيلومترات تبقت عليها، 4 انهتها، انهت الاربعة بعرض ممتع للجمهور، وتطمع في المزيد، تطمع في المزيد. وسعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري مسيطر على المركز الاول، السيطرة التامة، السيطرة التامة. اما الوثبة في المركز الثاني، مبارك بن معنس بن حربي العامري موقعها المركز الثاني، الوثبة موقعها المركز الثاني. الثالثة وصلت هني مشغلة سيف بن جعفر بن مرخان، والرابعة زعفرانة محمد محمد بن أحمد بن سهيل بن دحروي العامري موقعها المركز الرابع. مخرجنا يعطيكم لغة للخامسة وراها على بعد متواجدة في هذا الشوط، لكن بنعود لا يسمح لنا أيضا المجال نتأخر أكثر، لأن 1500 الشوط الأول للمحليات الأصايل. حلوة تقود الركب، حلوة تقود الركب، حلوة مسيطرة، السيطرة التامة. سعيد بن علي بن محمد بن شفيان العامري، الله 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 الله، خلاص خلاص راح الكثير، تبقى القليل. وحلوة وحلوة مسيطرة على المركز الأول، علي بن محمد بن شفيان العامري مسيطر السيطرة التامة. روحي راح حلوة، وخلها تهدي الفوز لعلي بن محمد بن شفيان العامري. يا سلام يا سلام، تقدم العروض المميزة، كتفرح مالكها، كتفرح مالك. حلوة وراعي، حلوة وراعي هذا الشعار، هذه حلوة هذه حلوة. يا سلام، اتخيل الحلوة تتراجع عند الكيلو المتر الأخير، خلاص خلاص خلاص. يا سلام يا سلام يا سلام، يوم تنزل في معارك الاحتفال ما تفيدك غير اللي سابق أصيل. وحلوة أصيل، حلوة أصيل، الله يقول كلمة الحق. تابع خذ لزوم يا مخرجنا على هذا الشكل، على هذا العرض اللي تقدمه، والعصا مغروزة فالأبطان بكرمها، بكرمها تهدي الفوز مالكها، بكرمها بدون أي تعليمات، آخر النهار حلوة اليوم من غير هذا اليوم. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن شفيان العامري، نبارك له ونهنيه على فوز حلوة، وكافة قالة نهنيهم على هذا الفوز والانتصار بأول أشواط المحليات الأصايل بميدان الساد وبدون أي منافس على الإطلاق. تهدي الفوز والناموس لعلي بن محمد بن شفيان، هذه حلوة تقترب من خط النهاية، وخط النهاية يقف احتراما وابتهاجا لقدوم حلوة معلن الفوز والناموس بأول أشواط المحليات الأصايل. سلام يا بن شفيان، سلام يا علي يا بن محمد يا بن شفيان يا العامري. بإذن الله تعالى تعود سالم غانم وتتابع حلوة على قرب، وهذه حلوة هذه حلوة تقترب من الأمتار النهائية، معلنه الفوز والناموس لعلي بن محمد بن شفيان بدون منافس على الإطلاق. شوف شوف يا مخرج، شوف لي الفرق، وشوف لي الفرق، شوف المسافة لا تقل عن 300، وعود لي لحلوة مهدي الفوز والناموس. لحظات الوصول إلى
الى خط النهايه. سلام سلام العلي بن محمد بن شفيان العامري، اول اشواط المحليات يتسجل باسم حلوه والعصا مغروزه في البطان بدون اي تعليمات. تهانينا لعلي بن محمد بن شفيان العامري على فوز حلوه بالمركز الاول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، المركز الثاني لسيف قع او الثاني البن شفيان عفوا البن معنس، البن معنس الوثبه مبارك بن معنس بن حربي، سيف بن جعفر بن مرخان على المركز الثالث، الرابع المع بن دحروي، محمد بن احمد بن سهيل بن دحروي اللي حل في المركز الرابع، الخامس محمد بن صالح الكثيري. التوقيت بنشوف التوقيت 9:42 تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن شفيان العامري، 9:42 بدون اوامر، توقيت مميز، تهانينا والناموس.